للمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف. استاذ جمال، كيف ترى اختيار القاهره لاستضافه المنتدى الدولي في دورته 12 والمردود على مصر هذا المؤتمر الحضري بمشتقاته المختلفه وروافده؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. اختيار مصر لاستضافه هذا المنتدى الحضري التابع للامم المتحده، احد اهم المنصات الحضريه المعنيه بالبنيه التحتيه والثقافيه والحضريه للمدن وخلق الفرص ايضا في المدن، يعد شهاده في الحقيقه واشاده في نفس الوقت بما انجزته الدوله المصريه من منجز ثقافي وحضاري وتنموي. ما حققته الدوله المصريه خلال العشر سنوات الماضيه اصبح الان نموذج افريقي عربي يحتذى به، وبالتالي وقع الاختيار على الدوله المصريه بعد ان حققت هذا المنجز التنموي الاكثر من رائع الذي يحقق ما يعني تتضمنه اجنده المنتدى الحضري من ان يكون هناك ربطا ما بين الثقافه والحضاره والبنيه التحتيه وايضا التنميه السكانيه وغيرها من مفردات، وبالتالي استطاعت التجربه المصريه ان تصنع هذه او هذا النموذج الفريد، ومصر تستضيفه كاول دوله افريقيه بعد 20 عام، وهذا ايضا انجاز افريقي. يعني بالمناسبه كما هو انجاز مصري هو ايضا انجاز افريقي، هذه نقطه. النقطه الثانيه ايضا ما حققته مصر من نجاحات في استضافه الكثير من المنتديات والمؤتمرات العالميه على راسها كوب 27 المؤتمر الاممي المعني بالتغيرات المناخيه، والنجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية أثناء استضافة هذا المؤتمر أيضا من العوامل والدوافع التي أهلتها لاستضافة هذا أيضا المؤتمر الأممي الأضخم في هذا المجال. وبالتالي نحن نتحدث عن تجربة مصرية عربية أفريقية استطاعت أن تلفت الأنظار وأيضا أن يعني تستضيف الآن أحد أهم المؤتمرات، بل هو المؤتمر الأهم على الشق الحضاري. هناك عدة قضايا يناقشها هذا المؤتمر، ما يتعلق بالتنمية المستدامة، ما يتعلق بقضايا الإسكان، البنية التحتية، المواصلات، أيضا التغيرات المناخية، العدالة الاجتماعية، وكلها مجالات في الحقيقة حققت فيها الدولة المصرية تجارب ناجحة للغاية، وبالتالي سوف يكون أمامها فرصة أيضا. يتواكب أيضا هذا المنتدى أستاذ جمال مع انطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة، بداية جديدة لبناء الإنسان المصري. كيف يمكن استثمار هذا الحدث على الأراضي المصرية لصياغة رؤية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري في بداية جديدة وجمهورية جديدة؟ يمكن هذه نقطة بالغة الأهمية، لأن يعني تشاء الأقدار أن تستضيف مصر هذا المؤتمر المعني أيضا بتطوير حياة الإنسان في التوقيت الذي هي الدولة معنية بفكرة بناء الإنسان، وبالتالي هذا بالتأكيد سوف يصب في صالح الجهود والأهداف التي تريد الدولة الوصول إليها، سواء من خلال استراتيجية مصر 2030 أو من خلال طبعا إطلاق المبادرات القومية العملاقة، سواء على صعيد حياة كريمة أو طبعا هذه المبادرة الأهم الآن في صعيد بناء الإنسان وهي مبادرة بداية. وبالتالي أيضا سوف يكون هناك فرص كبيرة للغاية لأيضا تبادل الخبرات واستعراض التجربة المصرية، خاصة أن الشباب المصري في الحقيقة أيضا القائم على هذه المبادرات سوف يكون من منظمي هذا الحدث الكبير، سواء من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي أو طبعا عبر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل. إذا نحن نتحدث أيضا عن استعراض هذه التجارب المهمة التي تلاقى بإشادات دولية. يعني منذ أيام قليلة فقط كنا نتحدث عن إشادة منظمة الصحة العالمية بمبادرة بداية. إذا العالم ينظر لهذه المبادرات ولما ينجز على الشق التنموي وبناء الإنسان في مصر بعين الاعتبار، والآن أمامنا فرصة أيضا من خلال استضافة مصر لهذا المنتدى وهذا المؤتمر البالغ الأهمية في هذا الشق أيضا أن نستجلب المزيد من الخبرات ونستعرض قدراتنا وإمكانياتنا، وأيضا نستطيع أن نمضي قدما من خلال هذا التعاون الدولي المهم للغاية في هذا المجال. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف.